اش دخلوا يعطيك الصحة اخويا محمد علي. الله يسلمك. رفدة. الله يسلمك. الشعبي. يعطيهم الصحة للجروب. الله يبارك. رفدة تاع الاصالة تاع التراث سيدي من يسالك حل العين تاع من سهلة. سهلة. نسهل الله يرحمه. هذه ندخلوها في إطار الحوزي. ولا الشعر هذا نتاع الحوزي معروف بن سهلة بومدين ومحمد بن سهلة بهذا النوع من الشعر الملعون. خويا محمد الآن وصلنا للسؤال باش ندخلوا في التفاصيل نتاع الشيء اللي تحب تغني فيه، الشيء اللي تحب تهتم به أكثر في ميدان الشعبي. قبل هذا كيفاش كانت بدايتك مع الشعر؟ بدايتي أنا اللي تي أوتوماتيك، أنا نط في عائلة فنية، جدي كان فنان، بابا كان فنان معروف، سما كينوض جبرت لي ديال الانسترومون في الدار. على كل حال عائله البري معروفه في الميدان تاع الشعبي في جيجل من الجد كما يقولوا للاب. الله يبارك اللي مازال. قبل هذه قبل ما نكمل معك خويا محمد معنا اتصال شليلي حسن تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش راكم يا ولاد فاميليا؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله خويا حسن. واش راهم الجمعيه خويا عمي سعيد؟ لاباس عمي سعيد ويسال عليك سيدي احمد نجيم. نجيم ويام يسلم عليك. الحمد لله لله الحمد ربي دوما راكم مع خويا محمد البري ان شاء الله. ان شاء الله ومعك محمد على المباشر يا حسن. نعم السلامه. او معك محمد المباشر. الله يبارك. السلام عليكم خويا محمد. وي واش راك هنا؟ والله غير الحمد لله خويا حسن. لا باس الحمد لله ربي يعاونكم سيدي ربي يوفق ان شاء الله. ان شاء الله اخويا. بربي ان شاء الله ماشي راك موفق ان شاء الله. ان شاء الله. وانتم كفنانين معروفين يعني من الجد للاب انت بربي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وطالبين يعني خويا معك حبيبنا. يعني باش مشروطات يعني المحليه هنا ولايه جيجل يعني من الوالي وجبت. يعني حنا يعني نزورو لينو تربو شوف ليجند لوكا خويا حسن. باذن الله. نزورو يعطيك الصحه خويا حسن. بربي ان شاء الله يعني وكاين كاين لي شونتور مازال وانت راك هذا وشعلت اللمبه ان شاء الله كنت مخبي مي معليش راك بنت. راك مخبي يعني واسمو الياس وما يخليك يبينك هو صافي يوناني هو ورايا. واش راه ميس مرتاح؟ هاي مرتاح ولا باس؟ نعم ولا باس يسلم عليك يسهل عليك. ويسلم عليك يا حسن ويسلم عليك. الله ينوركم سيدي وربي يعاونكم وعمي سعيد تهلاو لي فيه الله ينورك. الريح ما يكيسوش. قولوا لا عجبك الجو تاع الصباح اللهم بارك. ان شاء الله يكون هو ربي يستركم ان شاء الله. بونسوار ان شاء الله وربي يوفقكم ان شاء الله. صح حسن. وخويا محمد قولوا راك راك يعني في الطريق المستقيم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خويا بارك الله فيك. ان شاء الله عوده قويه. بارك الله فيكم. وفرحونا اليوم بكاس سهره مليحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صلوا لي صلوا لي فيها من سعيد ومن السمور وخويا محمد. وراح يكون ان شاء الله مفاجاه حسن من عند خونا محمد ان شاء الله. ربي يستركم ان شاء الله وجميع الطاقم تاع الفن هذا تاع واسمو تاع الاذاعه ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يستركم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ان شاء الله. صحيت حسن. نرجع لك خويا محمد مباشره. كنا نطفي عائله فنيه كل شيء جاء اوتوماتيك اوتوماتيك ما فيش مشكل ما فيش الاخر. ولكن بعد خديت على عاتك تاعك باش انت تدخل في الميدان هذا بالصفه ديالك. فوالا اكزاكتومون. إيه كنا في لي زاني 80 كنا نخدموا في الحومه نعبك لا نورمانديه معروفه في الفن الشعبي لا بليبار تاع الفنانين تاع مدينه جيجل من النورماندي. كنا نخدموا ومن بعد خدموا العرس تاع الحومه ومن بعد كانت البدايه تاعي مع خويا ديدين بن شريط في فرنسا اللي نحييوه. خويا ديدين سيتي لو برومي اللي يخدم لي انوركاست وكذا 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 سمع عاونك في ايماجيني على جو جافي 24 كي ما خلصت الجامعه تاعي جافي 24 في عام خدمنا الاوركاست وخدمنا ان فيستيفال في بليده اون 87 نحيو ثاني خويا عمر هازل اللي كان معنا في تاع لا ميزون جون سمع هذاك المهرجان تاع الشعبي في تاع الشعبي في مدينه بليده. والمشاركه تاعك كنت جبت لا دوزيام بلاس لا دوزيام بلاس المرتبه الثانيه. الله يبارك الله يبارك فيك. قبل ما نولي لك خويا محمد كان اتصال. الو
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ديدين بن شريط معك. عمرك طويل. تكلم على ديدين بن شريط من فرنسا. الله يعطيك العافيه. راهو معك على المباشر. تفضل ديدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد واش حالك يا ديدين؟ صافا لاباس يا خويا. عاش من سمعك. صافا يسلمك. صافا او نسمع فيك صاحبي حط لا راديو من جيجل انا نسمع فيك من ديريكت على سكايب. ستان كرويا بلاك على بالك. صافا ديال المويا باش نسمع سكايب. الله يبارك بالسكايب. الله يبارك عليك. هي ما تسكرش عليك. الله يسعدك الصرابيا ان شاء الله خويا ديدين. صافا سلمنا على الجماعه اللي معك كامل وسلمنا على خويا علي. يسلمك يبلغ ان شاء الله. وانا ونسمع نتهلق. فرحنا. يعطيك الصحه خويا ديدين. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صح ديدين ذكر لي حمزه التكنيك تاعنا باللي كان خلف اتصال الله غالب كوبا تاع محمد بوخلفه من فرنسا. ومحمد بوخلفه تاع باللي عنده معك سنوات سنوات على ومن المحبين تاع مي سعيد كاسيلي. سعيد كاسيلي كنا نخدموا بزاف على مي سعيد. مي سعيد كاسيلي محمد بوخلفه راه اتصل وتقطع الاتصال ان شاء الله يزيد يعاود يتصل بينا نكملوا مع اخويا محمد. كل الحال كما قلت انت ما راكش حبست ولا ارتحت شويه وعاود ترجع. والله نقدروا نقولوا هكذا شويه وعاود ترجعت ان شاء الله بقوه. خويا محمد هضرنا باللي دخلت في الميدان تاع الشعبي هنا في جيجل دخلت في الاعراس. ونظن باللي شكون اللي ما يعرفش محمد بري واخرين باش ما نظلموا حتى واحد. اللي كانت جيجل معروفه سيتي ان بول يعني فريمون سيتي ان بول. جيجل كانت معروفه الاعراس ديالها كامل كانوا بالشعبي قعدات. الله يبارك الصيف اللي كنا نخدموا 60 سواري بار سيزون 60 60 عرس 60 عرس في لا سيزون في الصيف. كانت حاجه كبيره في جيجل. وكيفاش تقول محمد على هذا انا شوفوا شوفوا يعني الشعبي في جيجل شوفوا كو سي ان بروبليم ناسيونال ماشي لا غير في جيجل برك. هو اسمه شوف لي شونتور دواف اكسيالمون يراعيو لي بارول. لي بارول ديروك على بالك اللونغاج ايفوليو لو لونغاج تاع لي سوسيتي لي سوسيتي سيفيليزي مجتمعات ايفوليي. بار اكزومبل نعطيك ان اكزومبل تجيب لا روس تاع 2000 ولا روس تاع 2009 تجبر 50000 مو جديد. الور الشعراء لازم يراعيوا هذا الجانب هذا. محمد اللي نكست بزاف التظاهرات اللي فيها شعبي ربما هذه السنوات بدات ترجع الحاله اللي كانت عليها في السنين. من ضمن كي بدا الشعبي يخرج للساحه وبدا يظهر بداوا الناس يهتموا به. شوف يا خويا شوف سي تري سامبل. شاك كومون تهتم بلي جون تاعها ماشي بار اكزومبل اون كومين تروح تجيب ان شونتور من عنابه ولا تجيب من وكل واحد شونتور اللي يعرف يجيبو يغني في البلديه تاعو. يا خويا كل وحده كل بلديه اترافير تول تيريتوار ناسيونال يمشيو مع لي جون تاع البلديه تاعهم اون فافوار يساعدوهم. ولكن الاحتكاك مليح محمد. يسير الاحتكاك مليح بالك التجربه تاعك انت مع الناس نتاع الشعبي من بكري وكنت تروح للجزائر العاصمه. ايه سي فري. الاحتكاك هكذا خلف بيان سور بيان سور باسكو الجزائر العاصمه فيها دي زيكول لازمك تحكي تحتك بالعازفين تاع العاصمه باش تفهم وتدرس انديريكتومون واش درسوا هما. حنا خلطنا بزاف من العاصمه تعلمنا بزاف حوايج ما نتعلموهمش بالسمع نتعلموهم بلا تيوري. بلا تيوري وبلا نعطيك ليكزومبل تاع سيدي احمد الكامانجا جوسكا مانتنو مازال في ليكول. الله يبارك او يخدم في الكامانجا جوسكا مانتنو في ليكول. مازلنا في المدرسه ومازال تما مازال كاين اساتذه تما نعتبر روح انا كتلميذ تما مهما اللاش ديالي تما راني لحقت للربعينات. مي مع كي توقف انت مع السعودي الاستاذ سعودي ولا توقف مع نور الدين سعودي ولا مع استاذ البروفيسور احمد سري ولا تما تعتبر روحك كتلميذ ما مهما كدات قدامهم تقدر تقول ما نعرفش. او البروفيسور احمد سري راه مد حاجه كبيره تما في جهه الاندلس نحكي تما الشعبي شويه احنا كعاصميين تما كعزف على آلة الكمانشا وحياتي قاعد تما راني في الاندلس عندي قريب 20 سنه في الاندلس. انا جو بدير كيعطيني حاجه سيد احمد يعطيها لي من ليكول تاعو انديريكتومون. ولازم لي جون سيرتو تاع جيجل خاصه تاع جيجل لازم يحتكوا بهذو الناس. الاحتكاك مليح والناس عندك باش يعني ما عندناش في ليكول. اسمح لي خويا تما ديجا المضرب الجهه اللي راه جات فيها منطقه جيجل هذه تما شفت انا على حساب كاين حاجه اللي كاين سر اللي يقدر الشعبي هنايا يكون حاجه كبيره كبيره ان شاء الله يكون ان شاء الله مع ليجان مع الناس تواصل الاحتكاك والشباب يحتكوا. والله يا سيدي الناس والله غير عندنا ليجان يسون طلاوت. محمد حبيت نرجع معك الشيء اللي قاعد تخدمه العوده ديالك هذه محمد هل راح تكون وراها
حاجه. شوف اخويا الياس خويا رجعنا جيت انا جيت في ميثوديك ديسيدي سنة نرجع جيت راسي ان بروغرام انا وخويا محمد كسوري ماناجير سيتانامي سيتانامي ونوصي تو لي زوركاست تاع جيجل باش لازم واحد يسمع دائما يسمع باسكو والفو يروحوا يريبيتيو غيرهم يريبيتيو ويغنيو برك واحد ما يسمع لازم واحد يسمع ميلومان اللي يسمع اللي كوريجي اللي باسكو انا كي نخدم ما نسمعش روحي مي كي يكون ميلومان قدامي قال ما راكش تما راك ديطوني راك ريغلاج شويه نوصي تو لي زوركاس جون تاع جيجل باش يخدموا لا ميثود هذه ولا لي ميلومان ماشي ساهلين باش توجدهم اخويا وفي جيجل بزاف كاينين كاينين واش هو راهم بعادين جبدوا رواحهم جبدوا رواحهم ماذا بينا يرجعوا باش يرجعوا للشعب القيمه نتاعو تما الناس كيما محمد راهو يشارك معك حليم التوهامي حليم التوهامي لازم جبد روحه بوكو دو جون اليوم انت في ديوان وسفينة ورجعت لينا وفي الفرقه ديال اليوم الله يبارك جاو ناس ضياف ومرحبا بهم عماليكا كلهم عماليكا كي نتكلم على عمي سعيد قصيدي وسنوات في الميدان تاع قلت البونجو مع شيوخه نهضروا على الحاج العنكه الله يرحمه الحاج العنكه عمر الزاهي الهاشمي قروابي الله يرحمه بوجمع العنكيس مكرازة الله يرحمه حسن السعيد هذا عزيز رئيس عزيز رئيس هذا اخرهم عزيز رئيس ثم اللي خدم معاهم عمي سعيد قصيدي واليوم ان شاء الله هو معك في الاخر وما زالت عمي سعيد ما زالت بنا في الريشه ما زالت هي ما زالت ما زالت وانا ما نكذبش عليك انا هنا كي نسمع الزيدان تاع عمي سعيد قصيدي الزيدان تاعو بكري كنت عندي كاسيطه ما نكذبش عليك كانت كاسيطه واحد الزمان كانت تاع عمر الزاهي مكناسيه هو عمي سعيد قصيدي والنقيب سيد حمد الناكي كيف ناسيونال تاع السبعينات هذاك زيدان نحطو نعاود هذيك الدياز اللي يديرها في زيدان ان شاء الله ان شاء الله اليوم يديرها لنا ان شاء الله ان شاء الله في الخير ليك وعلى الشعب ان شاء الله الياس ان شاء الله جيجل وهكذا كيما قال لك كيما قال لك لو كان الناس كيما خويا محمد السوري يجيبوا الناس هذو تاع الشعب ان شاء الله اللي عندهم تجربه هكذا يحيوا ان شاء الله يحيوا كيما يقولوا هنا في جيجل يحيوا الحاله لازم تو دابور تعرف بور ديريجي لازمك تعرف بور ديريجي سي با فاسيل دو ديريجي لازمك تعرف نهار تعرف تولي ديريجي ماشي ما تعرفش و ديريجي وتكون منظم وتكون منظم سي امبوسيبل على هذه نقول لك حاجه اخويا محمد كنت عندي عام قبيله قلتها للحسن باللي عام وانا وراك صح وكان محمد معك صح كاين يقول لي محمد بالعقل ما تكلكش حتى نهار نجيبوه تما يعرف الوقت خلاف يخير الوقت اللي لازم يكون الله يبارك يعطيك الصحه اخويا محمد الان باش ما نزيدوش نطولوا عليك وعلى المستمعين تاعنا زينو نخليوك دير لنا رفضه ان شاء الله راح تكون فيها مفاجاه ان شاء الله للناس اللي يسمعوها بكري واللي ما سمعوهاش اليوم يسمعوها ان شاء الله في داعي جيجل لانها فرصه كبيره باش يسمعوا هذه الاغنيه إن شاء الله. اللي راح تكون ان شاء الله على جيجل ان شاء الله محروق يا ليم لا تلومني قلبي محروق والجسم فنا والجسم فنا صرت نشبه الخيالي We'll be right back.
تلومني قلبي محروم والجسم فنا والجسم فنا صورت جبال خيالي حساس للدور لا طلب ولا طبيب بدوا يداويني جميع من هو عشيني يصغالي يمشوا جميع من هو عشيني يصغالي بشوف سكران سوريا يا مولانا العالي العالي مدينة صغري ومنايا حبك كبير سكن حشايا ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجل يا الغالية ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجل يا الغالية عشق العدنان يقرأ ويفسر القرآن الرحم يا الله يا رحمن يقرأ ويفسر القرآن الرحم يا الله يا رحمن يا بلاد ما مزغيطان حربة الوندل والرومان خلدوها بجبل علي شمخان طالق جناح كل مكان خلدوها بجبل علي شمخان طالق جناح على كل مكان عليك دخلوا بني العثمان عروج خير الدين يا فلان الياس إسحاق كانوا شجعان حروا الجزائر من ذوك الطغيان الياس إسحاق كانوا شجعان حروا الجزائر من الطغيان مدينة صغري ومنايا حبك كبير سكن حشايا ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجل يا الغالية ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجل يا الغالية شجر ويدان تلال وشعاب جبل وبحار زادوا لها عجب شجر ويدان
توصل البور نجلة بد توحد رب الإله الكريم الواحد سبحان البديع القدير الصامد صور وابداع وهدى للعابد سبحان البديع القدير الصامد صور وابداع وهدى للعابد تقصد الشرق لابد تنبهر في ديك الشط أما دايم تد رمال ذهب وزروقة البحر تعشق المكان والله تشهد رمال وذهب وزروقة البحر تعشق المكان والله تشهد مدينة سوري ومنايا حبك كبير سكن حشايا ما فادني طبيب ولا دوايا من غير يا جيجليا الغالية ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجليا الغالية مثل البحر هواها لطيف تنعش الروح ودات يا ضريب نسمة البحر هواها لطيف تنعش الروح ودات يا ضريب نسها بالجود والنيس والعزة بالطبع والخير الحرمة لازم نضفة والزين والقول فايز طاعة الله ورسوله محتم نضف والزين والقول فايز طاعة الله ورسوله محتم مدينة صغري ومنايا حبك كبير سكن عشايا ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجليا الغالية ما فادني طبيب ولا دوايا من غيرك يا جيجليا الغالية إذ كنت عاشق إذ كنت عاشق ومدخل الحضرة إذ كنت عاشق ومدخل الحضرة إذ كنت عاشق من الآبار We'll be right back.
وعلى خير سلامة 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 بقوا بسلامة سلامة 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 بقوا بسلامة محمد على هذا الأداء ويعطيكم الصحة الفرقة كامل. كانت هذه هي البداية مع أخوي محمد ومن إذاعة جيجل مع حصص ديوان وسفينة. أخوي محمد يعطيك الصحة. الله يسلمك. شكروا عمي سعيد قصيدي اللي شرفنا جيجل يعطيك الصحة وفي خطرة خلاف إن شاء الله زيدوا نتلاقاو في مناسبات أخرى إن شاء الله. سيد أحمد بارك الله فيك. الله حسن المشتار نجيم من بجاية يعطيكم الصحة كامل. محمد كسوري. محمد كسوري ما نساواش. أخوي محمد كلمة أخيرة باش نختموا. كلمة أخيرة يا أخوي أنا نشكر كل المستمعين نشكر إذاعة جيجل نشكر أحبابنا وصحابنا محمد بوخلفة ما نساواش. ما نساواش. تصلوا الله غالب إن شاء الله. نشكر كل من يحبنا وخوي باشير لكريوي الله يبارك نساوش خوي محمد يعطيك الصحة وإن شاء الله هذه هي البداية والرجوع نتاعك إلى أغنية الشعبي. إن شاء الله المستمعين ديالنا والمستمعات عجبتهم الحصة. الآن انتهت حصة ديوان وسفينة قوى على خير في حصة أخرى بإذن الله إن شاء الله. يعطيكم الصحة.